السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المتابعين. وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، والأخضر السعودي العلامة الكاملة، الفول مارك 12 نقطة من 4 مباريات. بدأها المنتخب السعودي بالفوز على فيتنام، وفاز على عمان في مسقط، وبعدين فاز على الكمبيوتر الياباني وفك شفراته، ثم أخيرا الفوز على الصين. بقي له ماتش واحد وان شاء الله يفوزه ويوصل للنقطة رقم 15، ونبارك له على الصعود بإذن الله مع استراليا الكانجرو الاسترالي، وان شاء الله السيف السعودي قادر على قص رقبة الكانجرو الاسترالي. بالتوفيق للمنتخب السعودي، ونشوف مع بعض الطريقة والأداء العالمي اللي بيلعب به المنتخب السعودي حتى مع تغيير بعض المراكز. الماتش اللي فات مع الصين إصابة العويس، تريح بعض اللاعبين ونزول سامي النجعي اللي كان عريس اللقاء بهدفين، كل ده هنشوفه في حلقة النهاردة من باصي للشباسي. هيرفي رينار النهاردة بدأ بمحمد العويس في حراسة المرمى، 2 مساكين عبد الله العمري وعبد الله ماضو، على اليمين سلطان الغنام، وعلى الشمال سعود عبد الحميد على حساب ياسر الشهراني. في نص الملعب 2 ارتكاز، عبد الاله الملكي ومحمد كنو وفهد المولد وسلمان الفرج وسامي النجعي وصالح الشهري في خط الهجوم. النهارده الاداء كان مميز من المنتخب السعودي، وزي ما قلنا المنتخب السعودي النهاردة بيوصل للنقطة رقم 12 من 4 مباريات. فوز كبير على المنتخب الصيني، 3 أهداف مقابل 2، وهنتكلم عن أحداث اللقاء. المباراة بدأت بضغط من المنتخب السعودي اللي كان محدد هدفه وعاوز يكسب من أول اللقاء. تمريرتين في بداية اللقاء وانطلاقات من سعود عبد الحميد مع سامي النجعي الناحية الشمال، والحصول على ضربات ركنية او ضربة ركنية، بعدها على طول هات وخد كده سامي النجعي مع سلمان الفرج، تتهيأ الكرة لسامي النجعي يحطها تسديدة قوية جدا على شمال الحارس. بعد الهدف حاول المنتخب السعودي ان هو يضغط على اساس يكمل ويحرز هدف تاني، ولكن الفريق الصيني دخل في المباراة بدأ يهاجم. وهنا لازم نتكلم عن دور محمد العويس. دور محمد العويس وانت كسبان 1-0 وفي اي لحظة ممكن الفريق الصيني يتعادل، فعلا العويس ينقذ 3 أهداف محققة في الشوط الاول. كرة في الدقيقة تقريبا 34 اعادت السعودية للمباراة واعادت المنتخب السعودي للمباراة، لما حس ان هو بدأ يتحرج وبدأ يتضغط وتشاط عليه اكتر من كرة، وكرة المنتخب الصيني اللي في الدقيقة 34 كانت اخطر هجمة، بعدها استفاق المنتخب السعودي وقدر كرة تانية من ناحية سلطان الغنام الباك العصري اللي انا بشوفه يعني بيفكرني كده عندنا في مصر بالكابتن ابراهيم حسن الله يديله الصحة، كان لا يكل ولا يمل من ناحية اليمين، في الواجب الهجومي بتلاقيه، في الواجب الدفاعي بتلاقيه، طلع وعمل كرة عرضية تمر وتعدي توصل لي سامي النجعي يحرز الهدف الثاني. هدفين في شوط قتلوا المباراة نسبيا بالنسبة للمنتخب السعودي، ولكن المنتخب الصيني هل هيسكت في الشوط الثاني؟ ده اللي هنشوفه. في بداية الشوط الثاني المنتخب الصيني عمل تغييرين مرة واحدة، وسبحان الله من اول دقيقة او اول لمسة للاعب البديل هدف عالمي، كرة من على حدود ال 18 في الزاوية البعيدة تمر من العويس. دخل المنتخب الصيني في اللقاء، بدأ يبادر المنتخب السعودي في الهجمات، استبسال خط الدفاع مع العويس، وفي كرة مشتركة تمت إصابة محمد العويس. سلامات وألف سلامة عليك وإن شاء الله ترجع لنا بالسلامة، ولكن اللقطة اللي ما تتنساش إن في عز ألمه سلم على فواز الجرني عشان قبل ما ينزل اللقاء ويشجعه ويبقى عامل محفز ليه. سلامات لمحمد العويس وربنا يطمننا عنه ان شاء الله. بدأ المنتخب السعودي يحاول يضغط على اساس يزود الاهداف، الفرق بدأ يبقى 1 وفي اي لحظة ممكن المنتخب الصيني يحرج المنتخب السعودي ويحرز التعادل، وبدأ
كرات ما بين سلمان الفرج وفهد المولد وصالح الشهري وتحركات الطرفين، ولكن تفويته حلوه كده من سامي النجعي لسلمان الفرج يشوطها بشماله فوق العارضه، وانطلاقات سلطان الغنام، والحلقه الكبيره اللي كانت حلوه النهارده زياده محمد كنو بدا يزيد خلف المهاجمين، ومن كره عرضيه او انطلق محمد كنو على حدود ال 18 ولعبها بالعرض لفراس البريكان وش السعد الماتش اللي فات يحرز، والماتش ده يحرز رغم انه بديل هدف غالي للمنتخب السعودي، زود به حصيلة الاهداف للهدف رقم 3 ووصلنا للنتيجة 3-1. ولكن سبحان الله في نهاية المباراة وتسديدة وخطأ من فواز الجرني، هارد لك معلش ما قدرش يتعامل معها كويس ودخلت المرمى، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب السعودي 3-2. اللقطات الجميلة اللي شفناها بعد المباراة وتشجيع الجمهور للجرني ووصول المدرب والأجهزة الفنية واللاعبين كلها والتفافهم حوالين فواز الجرني بعد الخطأ، ده بيدل على نضج وقوة المنتخب السعودي، وإن شاء الله هيكمل المسيرة ويقدر يفوز على استراليا ويوصل للنقطة 15 ويرتاح، وإن شاء الله الأخضر السعودي في قطر 2022. أفضل أداء وأفضل نتائج في تصفيات أسيا سواء في المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية هو المنتخب السعودي. المنتخب السعودي كده 12 نقطة من 4 مباريات كامل العدد، وأول المجموعة متصدر المجموعة يليه المنتخب الأسترالي وبعد المنتخب العماني، اللي يا رب إن شاء الله نبارك لعمان والسعودية وجودهم في قطر 2022. بكده حلقة تكون انتهت. لو عجبك الفيديو انزل اشترك في القناة، فعل زر الجرس ودوس اللايك. سلام.